في هذا الفيديو سنخبرك عن إحدى استراتيجيات تداول عملات الكريبتو الممكنة، ومن خلال تعلمها ستتمكن من شراء وبيع توكنات ألتيما بشكل أكثر كفاءة. سنتحدث أيضا عن استراتيجية تقديم الأوردرات في بورصة الكريبتو، لذلك دعنا أولا نخبرك عن بعض الشيء النظري. الأوردر هو طلبك الشخصي لشراء أو بيع عملة الكريبتو. تنقسم في المقام الأول إلى أوردرات سوقية وأوردرات مؤجلة. يسمى بأوردر السوق عندما تقدم مباشرة أمرا لفتح معاملة في محطة البورصة، ويجب تنفيذه وفقا للمعاملة الحالية أي سعر السوق. ويسمى الأوردر المؤجل عندما تقدم أمرا في مكان معين مقدما، وسينفذ عندما يقترب السعر من السعر المحدد فيه، أي أنك تقوم بتأجيل تنفيذ الأوردر لفترة غير محددة. تعتمد الاستراتيجية التي سنخبرك بها على استخدام الأوردرات المؤجلة. انتبه جيدا لما نقوله الآن لك. يرجى الانتباه إلى أن هذا الفيديو ليس نصيحة مالية، نحن فقط نخبرك عن إحدى الاستراتيجيات المتاحة في السوق، وقرار اتباعها يتوقف عليك أنت وحدك. حسنا، أولا لا تبيع حسب سعر السوق، قم بوضع أوردر مؤجل للبيع بأعلى سعر. الحل الأمثل وضع أوردر بسعر أعلى بنسبة 5 و10% من سعر السوق. هذا سيعطي السوق إشارة واضحة بأن قيمة ألتيما أقل من قيمتها الحقيقية، ويصبح دافعا لزيادة سعر التوكن. نتيجة لذلك نرى ثانيا أنه استخدام استراتيجية المتوسطات، بمعنى آخر شراء وبيع بالسلم. نحن نطلق على هذه الاستراتيجية اسم المتوسطات عندما لا نضع أوردرا واحدا بسعر محدد، بل عدة أوردرات بأسعار مختلفة قريبة من بعضها. بالتالي عندما ينمو الأصل، إذا قمت بشراء سهما من خلال السلم ستتحقق الأرباح بشكل أسرع. وإذا لم يمكن هذا يومك الأول في السوق، فمن المحتمل أنك واجهت موقفا حدث فيه أنه بعد بيع أحد أصولك بدأ في ارتفاع السعر كما لو كان يضايقك. هذه الاستراتيجية تبعد عنك هذه الآمال عندما تضع عدد أوردرات متعددة بسعر أعلى. لا تتوقع الربح الكثير لأنه هذا عمل. بالطبع يحلم الجميع بشراء عملة بسعرها المتدني جدا ثم تبيعها بسعر مرتفع جدا، لكن تذكر أن هذا شبه مستحيل. حتى اللاعبون الكبار الحيتان الذين يستثمرون المليارات في سوق الكريبتو يقومون بالشراء والبيع باستخدام السلم. لا أحد يستطيع التنبؤ بأقل أو أعلى سعر سقف لهذا الكريبتو. الاستراتيجية الجيدة تكمن في شراء وبيع ألتيما بالسلم بسعر أعلى مع اختلاف في حجم الأوردرات بنسبة 20%. لتحقيق النجاح في سوق الكريبتو عليك أن تفهم أن الانتظار أمر طبيعي جدا، لذلك حاول دائما بيع ألتيما على أجزاء وبسعر أعلى. إذا كنت حقا مهتما بتحقيق دخل على المدى الطويل، يمكنك شراء ألتيما بالانتظام ولفترة زمنية معينة بنفس المبالغ. أي إذا قررت في اليوم الأول من الشهر شراء ألتيما بقيمة $100، فيجب أن تكون مستعدا لإنفاق هذه $100 على مدار عدة سنوات. هذه الأرقام لدى كل شخص فردية، أي أن البعض يستثمر $50 في الشهر والبعض الآخر يستثمر $5,000. هذه الاستراتيجية مرنة للغاية، ويمكنك بسهولة ضبطها لتناسبك. حتى لو رأيت أن سعر التوكن قد انخفض بشكل كبير، استثمر في الاستثمار وشراءه مرة أخرى بسعر رخيص عندما يكون هناك نمو ستحقق ربحا ممتازا. إنه لأمر مهم جدا أن نفهم أنه لا يمكننا تحقيق النتائج إلا إذا اتبع مجتمع ألتيما بأكمله المكون من الملايين هذه الاستراتيجية. تخيل الآتي، سيوضع أكثر من 1,000,000 أوردر بسعر أعلى في البورصة. ستصبح هذه الإشارة إشارة غير مشروطة للسوق بأن قيمة ألتيما أقل من قيمتها الحقيقية، وهذا سيعطي ارتفاعا قويا للتوكن. لذلك من مصلحة الجميع الالتزام بهذه النصائح بصرامة ونشر هذا الفيديو بين أكبر عدد ممكن من الأشخاص. شكرا، مع السلامة.